سادس يوم للعطلة الشتوية، يمشي معاذ عازفاً بقدميه على أوراق الشجر المتساقطة في حديقة الحمة، والابتسامة على محياه تعكس سعادة تواجده في مكانه المفضل. يبري الأقلام، يلون ويركز في كل تفصيلة، فعند معاذ الطبيعة ساحرة والحفاظ عليها درس يراجع يومياً. أنصحهم بأن يرموا الأوساخ في القمامة ولا يرموا القمامة في الشارع. اختار الفتى أن يستمتع بين الأشجار بالرسم والتلوين، انفرد بأوراقه وأخذ مكاناً في حضن الشجرة العملاقة، مفرغاً في الرسم شحنة الفصل الأول من الدراسة. ساعة من الرسم والتلوين يشحن فيها الصغير طاقته، وفي نفس الوقت يكسر روتين القسم والسبورة والكراس بأوراق وأغصان الأشجار والألوان. ما سقي هذه الشجرة حافظ على البيئة يا أطفال.